بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بالتمام والكمال. الآن بحول الله تعالى سنقف بكل أدب مقاربة لآية واحدة من سورة التوبة لا ريبونتونس، وإلا براءة لو ديزافو، يعني الله بريء من الكافرين والمنافقين عبر كل السنين. والآية هذه يقول مولانا فيها يعني إشارة إلى أعداء نبينا عليه الصلاة والسلام، ومنهم الذين يؤذون النبي. طرق الإذاء كلها خفية لأنهم جبناء، وعمر ما كانوا يتصلوا بأي صدق كان، أنا أعرفه ما لا تتلونوا كالحرباء، لحظة تقول شيء وبعد اللحظة التالية تقول عكسه وتوعد وتخلف، وانا مجر نعرفوكم يا كلاب يا أشأم من مخلوقات الله في الجن والإنس، أي معشر المنافقين. والسلام على رسل السلام بالتمام والكمال.